من هو المؤسس للدولة المارقة التي لطالما أوصى بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن الذي شرعن لها عبر مئات السنين وأوجد الحاضنة لها من خلال تشريعاته وأفكاره التي أباحت القتل وسفك الدماء والتمثيل بالجثث وحرقها؟ كل هذه الاستفهامات وأكثر يكشفها لنا المرجع الصرخي، وذلك من خلال بحثه العقائدي تحت عنوان الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول، والتي يبين فيها حقيقة مذهب التكفير والإجرام ومؤسسه ابن تيمية الذي لطالما زرع الحقد والطائفية بكتبه وأفكاره. ترقبوا المحاضرة 12 للمرجع الصرخي ضمن سلسلته العقائدية، تأتيكم مباشرة الساعة 7 مساء على قناة المركز الإعلامي للسيد الصرخي على اليوتيوب.